نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. تطورات المسألة السورية ينتظر أن تحضر في زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري غدا إلى فلسطين المحتلة. كيري سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتناول أيضا مفاوضات الوضع النهائي مع الفلسطينيين قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى باريس يوم الاثنين لعقد اجتماعات مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والسعودية، الذين سيبحثون في مشروع القرار الذي اقترحته فرنسا في الأمم المتحدة حول سوريا. هذا ويستأنف الائتلاف السوري المعارض اليوم اجتماعاته في اسطنبول، حيث من المتوقع أن يختار رئيس وزراء مؤقت. عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري فايز سارة توقع أن تقر الهيئة الاتفاق مع المجلس الوطني الكردي، ما يفتح الباب أمام دخول الوطني الكردي التكتل المعارض. كما أكد سارة أن أحمد طعمة سيكلف رسميا في اجتماعات الهيئة العامة اليوم تأليف الحكومة المؤقتة لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة. فمن هو طعمة؟ نتابع في هذا التقرير لملاك أبو زينب. أحمد طعم الخضر المرشح الوحيد لتولي منصب رئاسة حكومة ائتلاف المعارضة السورية، طبيب أسنان ومفكر سياسي يوصف بالمعتدل إسلاميا، من مواليد محافظة دير الزور، اعتقل لأكثر من عامين ونصف العام، حيث كان عضوا فاعلا في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، وينتمي إلى كتلة الشيخ أحمد الجربة التي أصبحت غالبية في الائتلاف لاحقا. الدكتور أحمد طعمة يعتبر المرشح القوي والوحيد، وتم اختياره أثناء زيارة قيادة المجلس الوطني إلى جدة بسبب خبرته الإدارية وعلاقته في الداخل، حيث حاز طعمة قبول الإخوان المسلمين لكونه إسلاميا، وحاز قبولا من إعلان دمشق لكونه عضوا فيه، إضافة إلى أنه مسالم وغير إشكالي وغير منحاز كما يقول رفاقه. مصدر سياسي في الائتلاف السوري المعارض ذكر لوكالة الأنباء الألمانية أن الائتلاف يعتزم التصويت في اليومين المقبلين لانتخاب أحمد طعمة رئيسا للحكومة السورية الانتقالية. ميدانيا تدور اشتباكات اليوم على أطراف بلدة معلولة بريف دمشق بين مقاتلي المعارضة والجيش السوري الذي يحاول السيطرة على جيوب للمقاتلين بحسب ما أفاد مصدر أمني سوري لوكالة فرانس بريس. وللمزيد من معلولة ينضم إلينا مراسل الميادين محمد الخضر. محمد، يفترض أن تكون معلولة اليوم مساء مع موعد لإحياء عيد الصليب، اليوم معلولة تواجه أو سماء معلولة تعلو فيه أصوات الرصاص، كيف يتطور المشهد هناك؟ في الواقع رانيا، هنا المشهد يتركز أو مخاطره تتركز بشكل أساسي برصاص القنص الذي يستهدف البلدة من التلال المحيطة بها. حتى الآن بالفعل الجيش السوري يسيطر على تقريبا ما يزيد عن 80% وربما 90% حسب مصدر عسكري هنا نرافقه في معلولة، لكن كل الخطر أو كل ما يعيق إعادة الوضع إلى ما كان عليه وإعادة حتى السكان ربما في الأيام القليلة القادمة هو رصاص القنص الذي بالفعل حتى أنه منع جولة للصحفيين وأعاقها من التقدم جراء استهداف تلك السيارات برصاص قنص عنيف من الجهات المتعددة. معروف أن معلولة بالطبع هي منطقة جبلية والمسلحون لا زالوا حتى الآن يسيطرون أو متواجدين على الأقل في جيوب وكهوف لم يتم التخلص من رصاص قنصهم حتى هذه اللحظة. المدينة كامل يعني بشكل كامل محمد خالية من السكان، خصوصا أنه كان في حديث أنه بقي عدد قليل، اليوم نتحدث عن معلولة خالية؟ في الواقع هي إذا لم تكن خالية شبه خالية، رفقنا قبل قليل أيضا يعني حوالي 7 أو 8 مواطنين أرادوا الاطمئنان إلى ما جرى في بيوتهم، كذلك كانوا يركبون في حافلة ركاب اضطرهم رصاص القنص إلى العودة تماما. ربما يوجد يعني عدد نادر جدا، ربما أحيانا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وأحيانا هناك طبعا في الدير موجود من يخدم الدير من الراهبات، هؤلاء موجودين من قبل الأزمة وحتى من قبل هذه الاشتباكات داخل البلد وهم موجودين حتى الآن. طيب فقط محمد نوضح أنه هذا رصاص القنص هو في هي منطقة بشكل عام منطقة جردية لها جغرافية خاصة ووعرة من المناطق أو التلال المحيطة في معلولة، هذا رصاص القنص محدد من مكان أم داخل المدينة؟
لا في الواقع لا، هو من التلال وتحديدا التلال الغربية التي هي الأعلى والتي هي تشرف بشكل كامل على الأزقة والشارع الرئيسي الذي يخترق البلدة من شرقها إلى غربها، تحديدا من جنوبها باتجاه الغرب أو الشمال الغربي من عين التينة، تحديدا هذا الشارع الذي يمتد إلى قلب بلدة معلولة هو مستهدف برصاص قنص عنيف، وطبعا هو رصاص قنص انتقائي يستهدف بعض السيارات أو بعض المارة. يعني هذا هو على ما يبدو العائق الوحيد الذي يعني يمنع الحياة إلى ما كانت عليها، وبالتالي حتى تعود الحياة بشكل طبيعي في معلولة. ونفهم أنه معلولة داخلها لا يوجد تلك الاشتباكات في داخل المدينة، إذا العملية العسكرية يجب أن تحسن في محيط هذه المدينة وهو الأمر الأصعب. وبالفعل كانت قبل قليل طائرة حربية تلاحق على ما يبدو ما قيل عن امدادات او عن تجمعات لمسلحي المعارضة والجيش الحر في الجرود المحيطة بمعلولة وربما في البلدات المحيطة الابعد من معلولة. اشكرك محمد الخضر مراسل الميادين، كنت معنا عبر الهاتف من معلولة بريف دمشق. من جهة أخرى أشارت صحيفة السفير اللبنانية إلى انضمام من وصفتهن بجهاديات لبنانيات إلى القتال مع جبهة النصرة في سوريا. المقاتلات ظهرن خلال تشييع القتلى الذين سقطوا ضمن ما يعرف بمجموعة تلكلخ في طرابلس شمال لبنان. الصحيفة أضافت أنه جرى تجنيد أكثر من 20 فتاة يخضعن لتدريبات عسكرية متواصلة في بساتين قريبة من طرابلس، وذلك بتسهيلات من بعض المجموعات المسلحة. تجدر الإشارة إلى أن تونسيات وشيشانيات كنا قد انخرطنا في القتال إلى جانب جبهة النصرة. حي على الجهاد، حي على الفلاح، حي على الجهاد، حي على الفلاح. تكبير الله أكبر الله أكبر. مقاتلات لبنانيات ينتظرن لحظة الصفر لاقتحام ساحة القتال السورية. امتشقنا السلاح ليحاربنا جنبا إلى جنب مع جبهة النصرة. صحيفة السفير اللبنانية كشفت عن تأسيس لواء الناصر صلاح الدين في الشمال، لواء يضم أكثر من 20 فتاة، جندنا ودربنا وجهزنا لمهمات أمنية في سوريا ولبنان. استخدم البارودة أو المسدس M16 وفيني اطلع الدوشكا وحلمي اطلع الدوشكا وارمي طيارة. مصادر أمنية رسمية أكدت للصحيفة أن قائدة اللواء النسائي الحائزة درجة ماجستير في الدراسات الإسلامية هي قريبة أحد القادة الميدانيين الناشطين على خط سوريا. تمتلك زعيمة اللواء إمكانات مالية لا بأس بها، قامت منذ أشهر بتدريب النسوة في بساتين نسقي القريبة من طرابلس بتغطية من بعض المجموعات المسلحة. اثنتان ممن دربنا نقلتا عبر بعض الوسطاء العاملين مع جبهة النصرة إلى سوريا للقتال منذ شهرين ولم تعودا حتى اللحظة. القادة الأمنيون الشماليون باتوا على اطلاع كامل على تفاصيل ما يجري ضمن هذا اللواء، لكنهم يتعاطون معه بحذر شديد نظرا لحساسيته، تقول مصادر صحيفة السفير. أنا ما أقول لك بعرف أكثر أو كذا، لا بس عندي يعني قلب جريء ما كان حسام ناسف أنا مستعد أطلع فيه. ظهور الملامح الأنثوية في الأزمة السورية ليس بالأمر الجديد، منذ بدايتها انخرطت آلاف النسوة من جنسيات أجنبية وعربية في هذه المعارك. لبسنا البزات العسكرية ووضعنا اليد على الزناد ووقفنا عند خطوط نار ما عادت وقفا على الرجال، فللنساء نصيبهن من ميراث هذه الأزمة. وعلى الحدود مع سوريا تواصل القوات العراقية انتشارها إذن في محاولة منها لمنع عمليات التسلل التي تصاعدت وتيرتها مع بدء الأزمة السورية. عمليات تهريب للأسلحة جرى إحباطها واعتقال عشرات المسلحين. خمس شاحنات محملة بالأسلحة حاولت عبور الحدود باتجاه سوريا. قوات الجزيرة والبادية تتصدى لعمليات التهريب في عملية أسفرت عن تدميرها بالكامل. العملية لم تكن الأولى بعدما أعلنت القوات العراقية التي تتمركز قرب الحدود الغربية مع سوريا رفع درجة الاستعداد إلى مرحلة الإنذار النهائية. هناك خطوات استباقية للجيش العراقي لمطاردة فلول الإرهابيين في الصحراء. اليوم تحولت مواقف الجيش العراقي إلى مواقف هجومية واستباقية لمطاردة المجامع الإرهابية في المنطقة الغربية وفي المحافظات وفي محافظات بغداد. تعزيز الجهد الاستخباري والبشري واللوجستي لضبط الحدود مع سوريا متواصل. أكثر من 30,000 عسكري موزعين على نقاط محددة في المدن لضرورات المرحلة الحرجة.
هذه المكانات أصبحت حواضن للإرهاب ونحن بحاجة إلى مداهمة هذه الحواضن. ثانيا هذه القوات يعني نحن الآن في وضع أمني مضطرب، لذا يفترض أن تؤازر، وبأي مكان يعني تشعر القوات الأمنية أنها أصبح وكر للإرهاب وللقاعدة ومن يتعامل معهم يفترض أن تضرب بقسوة. عشرات المسلحين ينتمون إلى بعض الجماعات المسلحة الناشطة في العراق تم اعتقالهم، وآخرون حاولوا التسلل عبر الحدود بأوراق ثبوتية مزورة، فيما تنكر آخرون بزي النساء. سيارات السونار المتنقلة ساهمت هي الأخرى في إفشال محاولات إدخال مواد محظورة، كان آخرها نقل حاويات مليئة بالمواد المتفجرة من العراق إلى سوريا. 400 متسلل، 50 منهم دخلوا سوريا بسبب الأوضاع المتردية، وآخرون تحركوا ضمن خطط الجماعات المسلحة ما بين البلدين، فيما الأجهزة الاستخبارية تؤكد استمرار عملياتها لوقف التسلل المستمر. تبدو محادثات جنيف كأنها تسير على قدم وساق، الوجوه باسمة والتصريحات مشجعة، ولكن أي كلام لم يرشح ولو عن ملامح توافق، بالعكس تفيد التسريبات عن تصلب لافت لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وجه نظيره الأمريكي جون كيري، الذي قرر مغادرة القارة القديمة إلى إسرائيل للوقوف على هواجس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ظل تسليم أمريكي بأن أي قرار دولي حول سوريا لا يمكن أن يقع تحت الفصل السابع، خلافا للرغبة الفرنسية بل سقف الإشارة إلى عواقب مثل تشديد العقوبات، في موقف يتوقع أن يكون الاثنين على طاولة محادثات ثلاثية في باريس تجمع الوزير الأمريكي بنظيريه الفرنسي والبريطاني. المهم أن أوباما رحب بالاتفاق مع روسيا حول الأسلحة الكيميائية في سوريا. على الأرض انتهى المدعي العام التركي من توجيه الاتهام إلى مجموعة أشخاص عثر معهم على مواد كيميائية في أنطاكيا في 12 من أيلول سبتمبر الماضي، حيث سعت الجماعات الجهادية لشراء مواد كيميائية يمكن أن تستخدم لإنتاج غاز السارين حسب ما نقلت وكالة دوغان التركية للأنباء. وقالت لائحة الاتهام التي تضمنت نصوصا من محادثات هاتفية بين المشتبه في تورطهم إن المدعو هيثم قصاب تواصل مع شبكة في تركيا من أجل تأمين مواد كيميائية لمصلحة جبهة النصرة وتنظيم أحرار الشام. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي جون كيري في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما في جنيف عن توصلهما إلى اتفاق بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأوضح أن الوفدين الروسي والأمريكي نسقا حزمة من الاتفاقيات بهذا الشأن، لكنهما شددا على أن هذه الاتفاقيات ليست إلا مقترحات يجب أن توافق عليها أولا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. طبول الحرب هدأت وعلت أصوات الدبلوماسية والحلول السياسية لتخرج أمريكا من مأزقها مجبورة الخاطر. طاولة التفاوض في جنيف بين وزيري خارجية أمريكا وروسيا ولليوم الثالث رتبت الأوراق وحددت الأدوار ليصل إلى اتفاق بشأن عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية. لقد اتفقنا على خطوات مشتركة تسمح بحل مسألة تدمير الأسلحة الكيميائية بسرعة ودون استخدام القوة، ويجب أن نركز على المسائل التقنية لتدميرها. هذه المقترحات التي توصلنا إليها واضحة، لكن يجب أن توافق عليها منظمة حظر السلاح الكيميائي. على سوريا أن تقدم قائمة مفصلة لمخازنها الكيميائية خلال أسبوع، وتدميرها سيتم بحلول منتصف عام 2014. الاتفاقيات الروسية الأمريكية تشير إلى أن مفتشين دوليين في الشؤون الكيميائية يجب أن يصلوا إلى سوريا في نوفمبر تشرين الثاني القادم كآخر موعد، وأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في سوريا. من جانب آخر، رأى رئيس مجلس الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف أنه من المستحيل تنفيذ مطلب الجانب الأمريكي الذي يصر على تسليم الأسلحة الكيميائية السورية للمراقبين الدوليين في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع، وهذا مطلب غير احترافي، مؤكدا أن واشنطن لم تعد بمفردها قادرة على اتخاذ قرارات سياسية في العالم، فدول البريكس أيدت موقف روسيا بشأن سوريا كما دعمها المشاركون في قمة شنغهاي التي انعقدت في قرغيزيا مؤخرا. واعتبر النائب الروسي أن ذلك يجب أن يكون عبرة للرئيس الأمريكي باراك أوباما على حد تعبيره.
واشنطن أصبحت وبلا شك متأكدة أنه لا حرب على سوريا، بحسب ما أفاد مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لأن روسيا ستستخدم الفيتو في مجلس الأمن. الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان رحب بالمحادثات الأمريكية الروسية الأخيرة كخطوة قد تمهد الطريق للحل السلمي في سوريا. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يتوقع أن يؤكد تقرير محققي الأمم المتحدة أن الأسلحة الكيميائية استخدمت في سوريا. هدوء طبول الحرب لا يعجب من يشعر أن دوره شارف على النهاية. المتحدث باسم ما يسمى الائتلاف السوري خالد صالح بدأ يصرخ قائلا إن المبادرة الروسية تفتقر إلى مبدأ المساءلة، على عكس الرئيس الأمريكي الذي رأى تقدما في عملية تسوية الأزمة في سوريا، داعيا إلى مواصلة المشاورات الدبلوماسية بشأن الكيميائي، ومؤكدا في رسالة أسبوعية إلى بلاده إذا جاءت المناقشات التي تجري حاليا، أي المشاورات الروسية الأمريكية في جنيف، بخطة جدية، فأنا مستعد للعمل على تنفيذها. إذن بوادر الحل السياسي بدأت تتبلور بترجمة المبادرة الروسية إلى واقع عملي بدأته الحكومة السورية بقبولها المبادرة وفورا، وبثلاثة أيام دبلوماسية في جنيف أفضت إلى رسم طريق لتنفيذ المبادرة. تدمير أسلحة وذخيرة قادمة من تركيا والقضاء على إرهابيين بحلب وحما وإحباط محاولة التسلل إلى مطار أبو الظهور بإدلب. مزيد من التفاصيل الميدانية في المتابعة التالية. قضت وحدات عسكرية على إرهابيين من جبهة النصرة بعضهم من الجنسيتين السعودية والأردنية خلال عمليات نفذتها ضد أوكارهم وتجمعاتهم في الغوطة الشرقية والريف الشمالي والغربي لمحافظة ريف دمشق، ودمرت كميات كبيرة من أسلحتهم وذخيرتهم. وحدات الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني استكملت عملياتها في منطقة ظهر المصطاح في حي برزي. عمليات مستمرة لوحدات عسكرية مصحوبة بتشكيل من قوات الدفاع الوطني في ظهر المصطاح بحي برزة قرب العاصمة دمشق، كان قد أعيد السيطرة على القسم الأكبر منها والتقدم مستمر. كتل أبنية جديدة أعيد السيطرة عليها ضمن خط التماس المباشر مع إرهابي جبهة النصرة. طبعا التقدم عم يصير ضمن الكتل، ما في مناطق واسعة بيننا وبينهم، كلها كتل، وضمن البناء الواحد عم يصير تقدم قواتنا. في مناطق صعبة، دشم دشمينا لأنهم إلهم فترة عم يجهزوا الدشم وعم يمكنوا، بس شبابنا والحمد لله عم تتقدم. انتقلنا من نقطة إلى أخرى بعد تغطية نارية من عناصر الجيش السوري. كان رصاص القنص هو المسيطر من الطرف الآخر، فاضطر رجال الجيش للتعامل معه بطريقة مناسبة. سيقوم الآن أحد عناصر الجيش العربي السوري بتوجيه ضربة نارية إلى القناص المتواجد في هذه المنطقة، حيث يقوم النار كما تشاهدون على عناصر الجيش العربي السوري المتواجدين في أطراف هذه الفسحة من بين المنازل في منطقة ظهر المصطاح في برزة. التمهيد الناري والاشتباك المباشر هو مشهد تلك المنطقة، إنجازات يقوم بها عناصر الجيش أثناء تقدمهم باتجاه المناطق المحيطة من ظهر المصطاح وإلى العمق من منطقة برزة. لأخبار صمة فضائية، حيدر مصطفى. وفد قناة سما إلى معلولة نقل أن وحدة عسكرية أوقعت قتلى ومصابين بين فلول الإرهابيين والقناصين الذين يتحصنون في التلال والكهوف الصخرية المطلة على مدينة معلولة، ومن بين القتلى قناص يلقب بالحاج أبو دياب. لا تزال وحدات عسكرية سورية ترافقها قوات الدفاع الوطني تواصل تقدمها في أطراف بلدة معلولة على طريق سحق المجموعات الإرهابية المسلحة وما تبقى من فلول لها، تحاول أن تستهدف الآمنين في بلدة معلولة بريف دمشق. الإرهابيون مركزوا قناصتهم في الكهوف والجروف المحيطة بالبلدة بغية منع تقدم قوات الجيش العربي السوري، وذلك بعد خسارتهم أعدادا كبيرة في الأرواح والعتاد.
ومن بين القتلى في الساعات القليلة الماضية في صفوف من تبقى من الإرهابيين القناص الذي يلقب بالحاج أبو دياب. هذا هو الآن فندق سفير معلولة وفي اقتراب قوات الجيش العربي السوري والدفاع الوطني من التقدم باتجاه تلك المنطقة والتي هي المعقل الرئيسي للمجموعات الإرهابية المسلحة في أطراف المنطقة. فندق سفير معلولة الذي كان المعقل الأساسي لتلك المجموعات الإرهابية المسلحة هو المحور القادم للتقدم نحو إعلان البلدة آمنة تماما من إرهاب الإرهابيين من ادعوا بأنهم أهل الحرية. اشتبكت وحدات من القوات المسلحة مع مجموعة إرهابية مسلحة حاولت التسلل إلى الجهة الشمالية لمطار أبو الظهور بريف إدلب وألحقت خسائر كبيرة في صفوفها. وفي حما قال مصدر عسكري أن وحدة من القوات المسلحة قضت على عدد من الإرهابيين ودمرت راجمة صواريخ أثناء ملاحقتها للمجموعات الإرهابية المسلحة في قرية بري شرقي بريف السلمية. وصلت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها النوعية بالقضاء على الإرهابيين وتدمير أدوات إجرامهم. في إدلب اشتبكت وحدات من القوات المسلحة مع مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى الجهة الشمالية لمطار أبو الظهور وألحقت خسائر كبيرة في صفوفها، وأسفر الاشتباك عن إيقاع جميع أفراد المجموعة قتلى ومصابين وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم. ودمرت وحدات من القوات المسلحة تجمعات وأوكارا للإرهابيين بمن فيها من إرهابيين وأسلحة وذخائر في قرى وبلدات دركوش وعين البارة والطيبات والشغر وبنش وبزابور والحميدية وأم جرين وجرناز ومعرة النعمار وكفر رومة. وفي حما قضت وحدة من القوات المسلحة على عدد من الإرهابيين ودمرت راجمة صواريخ أثناء ملاحقتها للمجموعات الإرهابية في قرية بري شرقي بريف السلمية. ومن الإرهابيين القتلى ياسر عبد الرحيم الملقب بأبي عارف متزعم مجموعة إرهابية. وفي حمص تصدت وحدة من القوات المسلحة وقوات حرس الحدود لإرهابيين حاولوا التسلل من لبنان إلى ريف تلقلخ عبر موقع عزير وأوقعت إصابات مباشرة في صفوفهم وأجبرتهم على الفرار باتجاه الداخل اللبناني. وعثرت وحدة من القوات المسلحة أثناء عمليات التفتيش في المزارع الجنوبية لمدينة تدمر على عدد من الصواريخ نوع 107 وعبوات ناسفة وسيارة نوع بيك أب بداخلها أسلحة وذخيرة دفنها الإرهابيون في التراب. وفي الجهة الغربية من مدينة إدلب تصدت وحدات خاصة لهجوم مسلح على حاجز الكونسر وما أدى لمقتل عشرات الإرهابيين. مراسلنا في محافظة إدلب وفي تغطية حصرية نقل صورة المشهد. رصاص يزأر من بنادقهم في الجهة الغربية من مدينة إدلب، صد لهجوم ثم هجوم مضاد. مجموعات مسلحة اقتحمت مدينة إدلب وسيطرت على حاجز الكونسروا. هكذا أخذت قنوات إعلامية عربية الحادثة، لكن الواقع قادنا إلى نقطة تمركز عسكرية وهي ما يسمى بحاجز الكونسروا. دماء سالت وجثث سحبت ورصاص شلع ما استطاع من أجساد المسلحين. أعداد كبيرة من المسلحين هاجمت الحاجز، أطلقوا قذائف الهاون تمهيدا للهجوم، وبعضها هنا لم ينفجر. ثم هاجموا بآلياتهم الحاجز. الجيش العربي السوري دافع فطردهم، ثم هاجم فقتل العشرات منهم ودمر العديد من آلياتهم. وأخيرا عمليات تمشيط موسعة للبساتين الغربية لإدلب، وهنا يتم تأمين المشهد. ونحن ننفي أنه تم السيطرة على النقطة، ومثل ما شفتوا أنتوا طلعنا تفتلنا بكل النقطة، ما في شيء الحمد لله، الأمور تمام، وقواتنا الباسلي اتصدت للمجموعات الإرهابية المسلحة وكبتها أفدح الخسائر، وإن شاء الله نهاية هون بإذن الله تعالى. معمل الكونسروا تضرر نتيجة الاعتداء، فيما أعادت ورشات المحافظة تصليح ما تعطل من شبكة الكهرباء. والقصة هنا اكتملت. هجوم فاشل حمل فيه المسلحون جثثهم ومضوا،
وأهل إدلب إدلب المدينة يتحدثون عن النصر الجديد لعناصر الجيش في مدينتهم، ويقال جسور دمر آلية للمسلحين وبطل أرد العديد منهم قتلى، يتحدثون عن جدار إدلب الغربي من جيش ومن عقيدة. هذا وقد دمرت وحدات عسكرية سيارات محملة بأسلحة وذخيرة قادمة من تركيا ومنصات إطلاق صواريخ ومدافع هاون للإرهابيين في قرى وبلدات بحلب. مزيد من التفاصيل في الرسالة التالية التي وافتنا بها مراسلتنا في حلب. والبداية من الريف الحلبي، حيث قضت وحدات من قواتنا الباتلة على عدة تجمعات الإرهابيين في خان العسل وعلى طريق المسلمية عند معمل الزجاج وتلت المضافة ودمرت عددا من آلياتهم وأدوات إجرامهم، كما تم تدمير أرتال سيارات وعتاد بما فيها من إرهابيين قادمة من تركيا على طريق دير حافر حلب والباب حلب وعلى مدخل مدينة الباب وعلى مدخل قرية حريتان وقرية ماير. أما في قريتي الجديدة وكويرس دمرت قواتنا الباتلة منصات إطلاق صواريخ ومدافع هاون وأحبطت محاولات أفراد عصابات إرهابية التسلل باتجاه مرآب مشفى الكندي ومن اتجاه الليرمون إلى المناطق الآمنة وإلى خان الحرير بحلب القديمة في مركز مدينة حلب، وأوقعت إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين. خدميا ما زالت خدمة الإنترنت متوقفة في مدينة حلب للأسبوع الثاني على التوالي، أما الاتصالات الخليوية فتعمل بصعوبة وبشكل متقطع حتى الآن، ولا أنباء مؤكدة عن توقيت عودة الخدمات إلى وضعها الطبيعي، والجهود والمساعي لإعادة الاتصالات والإنترنت ما زالت مستمرة. فيما يخص رغيف الخبز وهو الشغل الشاغل لأهالي مدينة حلب، حاليا تعمل 3 أفران احتياطية إضافة إلى عدد من الأفران الخاصة، مع الإشارة إلى أن عدد الأفران العاملة أخذ بالازدياد خلال الأيام القادمة، وهذا الأمر مرتبط طبعا بتوفير مادة الدقيق، علما أن مادة المازوت متوفرة للأفران العاملة فعليا. كانت هذه أخبارنا الميدانية العسكرية والخدمية، كانت معكم كنان علوش من حلب الشهباء. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أهمية دور الأحزاب والتيارات السياسية الوطنية والقومية العربية في الدفاع عن الأمة العربية وقضاياها العادلة، وتنبيه الرأي العام العربي لخطورة ما يحاك ضده بزعامة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لتجزئة المنطقة ونهب ثرواتها. ونوه الحلقي خلال لقائه أحمد جبريل أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للقيادة العامة وأعضاء الجبهة بموقف الجبهة الشعبية ومساندتها ودعمها للشعب السوري في الأزمة الراهنة، لافتا إلى أن سوريا تدفع اليوم ثمن مواقفها الوطنية والقومية ووقوفها في وجه المخططات الصهيو أمريكية والغربية باعتبارها رأس المقاومة التي تتحطم على أسوارها أحلام الغرب وعملائه من الأنظمة العربية. تبحثنا حول الوضع الفلسطيني والمآسي الذي يتحملها الشعب الفلسطيني في تهجيره من هذه المخيمات إلى مراكز إيواء، وكيف يمكن أن تقدم له المساعدات في هذه المحنة في هذا الموضوع. وأيضا تحدثنا عن الوضع السياسي بالشكل العام، ونحن مطمئنين إن شاء الله أن النصر سيكون هذا النصر لقوى المقاومة والممانعة وهؤلاء الأعداء والخونة والعملاء والأدوات تبع أمريكا في هذه المنطقة، سيكون نصيبهم الهزيمة والفشل. وفي لقاء آخر أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بصدد إعداد برامج وخطط تهتم بذوي الشهداء المدنيين والعسكريين والجرحى من خلال إيجاد مشاريع تنموية صغيرة تساعد الجرحى والمصابين على الانخراط والاندماج بالمجتمع، ومشاريع تنموية أخرى تدعم مؤسسة ذوي الشهداء. جاء ذلك خلال لقاء الحلق أعضاء جمعية الوفاء لذوي الشهداء والجرحى برئاسة الدكتور نبيل طعمة. تم خلاله بحث الآليات المناسبة لدعم الجمعيات العاملة في إطار خدمة ذوي الشهداء وتأطيرها في مؤسسة واحدة بالتنسيق مع الحكومة، حيث أكد الحلق اهتمام الحكومة بواقع أبناء الشهداء الدراسي وبمنحهم مقاعد إضافية في القبول الجامعي وتوظيف أحد أقارب الشهيد وإيجاد صيغ جديدة لتكريم الشهيد والشهادة. أعودنا الوطن بكوننا أبناءه أن نتقدم بقوة وبحب
لإعلاء شأنه. واليوم تحدثنا عن الوفاء للشهداء وأسر الجرحى في سوريا ضمن الجمعية التي بدأت تثمر عملا نوعيا وإيجابيا، وقد لاقينا كل تجاوب واهتمام من السيد رئيس مجلس الوزراء ومن جميع القيادة السورية. الآن الأخبار الاقتصاد مع شارلوت. شكرا نزار وأهلا بكم مشاهدينا إلى الاقتصادية. ذكر المصرف الزراعي التعاوني أن أسس تمويل الخطط الزراعية بمستلزمات الإنتاج للموسم الشتوي 2013-2014 ستكون من خلال تطبيق نظام عمليات المصرف وتعليماته التطبيقية وجدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف. ونقل عن المصرف قوله إن التمويل سيكون للمزارعين بريئي الذمة من الديون المستحقة الأداء أصالة وكفالة بكل مستلزمات الإنتاج العينية فقط، والالتزام بسقف الإقراض المحدد بنظام عمليات المصرف، كما سيتم من خلال التأكد من صحة الترخيص الزراعي وطلب وثائق منح الترخيص والطلب من دوائر الزراعة والإصلاح الزراعي إرسال النسخة الخاصة بالمصرف لتتم مطابقتها مع تلك المقدمة للمصرف من قبل المتعامل عند التمويل، ومن خلال التأكد من جدول حيازات الأعضاء التعاونيين ومطابقتها مع التنظيم الزراعي. بحث محافظ إدلب صفوان أبو سعد واقع التحضيرات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك خلال اجتماع موسع ضم عددا من الموجهين التربويين ومديري المدارس. وتم التأكيد على تقديم جميع التسهيلات للطلاب مع حرص الدولة على تأمين جميع مستلزمات المدارس التي تخدم سير العملية التربوية بشكل ناجح، وإعادة تأهيل المدارس التي تعرضت لبعض الأعمال الإرهابية. بدوره مدير التربية محمود سحاري أكد استعداد المدارس لاستقبال الطلاب، مشيرا إلى صعوبات عدة واجهت مديرية التربية وتمت معالجتها، من أبرزها موضوع الكتب المدرسية والطلاب الوافدين من المحافظات الأخرى. هذا الاجتماع مخصص لمتابعة استعداداتنا لافتتاح العام الدراسي و التأكيد على زملائنا في المجمعات التربوية وزملائنا الموجهين التربويين والاختصاصيين للعمل على تنفيذ الكتب التي تم إنجازها في مديرية التربية لبدء تنفيذها اعتبارا من اليوم الأول لافتتاح العام الدراسي. فيما يخص الكتب المدرسية، كانت تعليمات الوزارة أن تسترد جميع الكتب من أبنائنا الطلاب من الصف الأول وحتى الصف التاسع في مرحلة التعليم الأساسي، وأن يعاد توزيعها. فبالحقيقة هناك تساهل كبير من وزارة التربية للتعامل مع أبنائنا الوافدين سواء من المحافظات الأخرى أو من أبناء المحافظة الذين ينتقلون من منطقة ساخنة إلى منطقة آمنة. فهناك تعليمات لدى مدراء المدارس باستقبال هؤلاء الأبناء وعدم وضع أي صعوبة أمام استقبالهم واستيعابهم. بداية العام الدراسي وبداية هم جديد للأهالي تأمين مستلزمات أولادهم المدرسية. سوق لبيع مستلزمات المدرسة بأسعار رمزية، تجربة في حمص تستحق المعاينة. 15 من شهر أيلول هذا العام موعد العودة إلى مقاعد الدراسة، ولكن مع استمرار الأزمة التي تمر بها سوريا وارتفاع أسعار مستلزمات الطلاب، يبدو أن العودة إلى المدرسة لن تكون كما في كل عام بالنسبة إلى أهالي الطلاب في أقل تقدير. ارتفاع أسعار المواد المدرسية من دفاتر وأقلام ولوازم مدرسية جعل مهمة الأهالي عصيبة، فبين مراحل التعليم المختلفة تتغير متطلبات العملية التدريسية وتتغير المبالغ المطلوبة للحصول عليها. في حمص محاولة لمساعدة الأهالي من خلال سوق لبيع مستلزمات المدارس والطلاب بأسعار رمزية ربما تساعد أحد الأهالي في مهمته الصعبة لتلبية ما يحتاجه ولده في المدرسة. تم بالشراكة مع اتحاد عمال محافظة حمص ونقابة المهندسين بحمص افتتاح 4 معارض تسويقية للقرطاسية في محافظة حمص.
كما تشاهدون حاليا نحن في صالة صحارى في حي عكرمة، وهناك صالة في حي الزهراء في مجمع المؤسسة، وأيضا تم أخذ مقر في نادي الوسبي في شارع الملعب البلدي وفي حي كرم الشامي. هذه المقرات كانت نتيجة اهتمام المؤسسة العامة للخزن والتسويق في القطر بالتدخل الإيجابي في أغلب مجالات العملية التسويقية. مبادرة رائعة جدا وممتازة وخدمة المواطنين خاصة الطبقة الفقيرة، والله يبارك بالناس الطيبين اللي قائمين على العمل كلياتهم. الأسعار حلوة كثير ممتازة جدا، يعني بالنسبة للأسعار برا كثير منيحة. العودة للمدرسة حق تكفله الدولة السورية، وتجربة سوق يبيع بسعر رمزي بهدف المساعدة على تأمين مستلزمات التعليم تجربة تستحق النظر فيها. في ظل انعكاسات الأوضاع الراهنة في سوريا على الحياة الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار الذي ألقى بظلاله على الحياة المعيشية للمواطن السوري، تشهد أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا يرجع إلى عدة عوامل مؤثرة نتابعها في التقرير الميداني بعدسة مراسلنا في القامشلي. إن كانت أسعار المواد الغذائية الأساسية منذ ما يقارب العام تقريبا تكلف المواطن السوري الحصة الأكبر من دخله الشهري، أصبحت اليوم تكاليف شراء أساسي ضم ليرات مدخله المادي إن لم نقل كلها. والله غالية الأسعار كثير مو شوي. والله سبب هالأزمة توتر الأزمة هاي. الأسعار غالية كثير، يعني ما في استقرار للأسعار. مفروض يكون في نشرة دورية بالأسعار. يعني عم يتحججوا بالدولار وهي كلها احتكار تجار. التجار هم عم يمنعوا البضاعة وتجي وعم يغلوا علينا وكله غلاء، كانوا بندورة ولا خضار ولا خبز ولا كل شيء غالي، ما في شيء رخيص. مواطنون أكدوا عدم قدرتهم على تحمل الارتفاعات الأخيرة في أسعار بعض المواد الغذائية وعدم تناسبها مع قدراتهم المادية. السبب أنه أجور الشحن كتير غالي، يعني سيارة تيجي من الداخل لهون مو أقل من 150 و200 ألف. عم تحججوا بالدولار، هاي شو عم نجيب بندورة السوق تبع الدولارية. كل شيء صار غالي، يعني الفقير ميت. لكن نترك موضوع الأسعار وارتفاعها برسم الجهات الحكومية المخولة بضبطها ومراقبة من تسول له نفسه اللعب بأرزاق الناس ولقمة عيشهم.